يلا اكتبي شراكتي للشروق دي في طريق الخير. طاكسي الخير قلع شي بالضحية مديقي سيخ انا برو فوق اللحية ليجو برو بارتو في كل ناحية هدي طريق الخير والناس هتحيا. رمضان جانا خير وبركة فرحة دمعة ضحكة وبكة رفق ورفقة في كل موقف حرمة رحمة وضعيف يوقف حب معاونا اليد في اليد كما كان الجد والجد لدي زاد لا حسد كي زمان كل يوم ربي شهد. يلا اكتيفي شراك الدير للشروق تي في في طريق الخير الابنة تحب تقرأ وتكمل قرايتها بصح أمها ضد هذه الفكرة خاطرك تحبها تدخل عالم كبس كبس عالم التيك توك. في طريق الخير السلام عليكم. سلام حنا أخي أرسل طبعا يا منصة. صح هذاك الفيديو اللي درتيه شبه بيت في تيك توك ما عايش حابة نديرو دوكا. علاش؟ باسكو لي فيديو اللي درتو المرة اللي فاتت ضحكو عليا كامل صحاباتي. انتي ديجا مسوسة على روحك اللي ديري تقولي صحاباتي انا شفتهم كاع راهم يديرو في تيك توك. ديجا على بالك انتي واش انا حابة ندير؟ باينة بلي نكمل قرايتي مانيش حابة ندخل في الدومين تاع التيك توك. صار قراية بجهة تيك توك وحدو وشتي أمينة جارتنا وش ديرتو تراه طنوبيل أنا شحال من مرة قلتلك متجيش تجبديش خصك هذي بنتك هذي معليش؟ أه هي بنتي تي تقولي أنا ندير تيك توك علاش نورمال خويا شما تعرف هذه الناس ولا غرام دايرين العجب دراهم راني نشوف فيهم نورمال تيك توك لك يعني هذه فقط شخصية لي زيتيود ماشي حاجة لي إنسان يفتخر بها. لا لا هي مسوسة ولا شفتها من نغمان شوف البنات صحاباتها هي برك عيتني يا التوجه تاعها جبنا البيرة وخل التوجه تاعك انت يعني بصراحة مادام قالت لك أنا نحب نقرأ وننجح نروح بعيد هذا هو الشيء الاساسي. اصلا خويا قرايه علينا قرايه تخليها تقوتي ولا شوف بالقرايه ديال كلش يا خويا حنا والله ما قدرنا هذا المشا انا لو كان ستن ندير تيك توك دير كلش بالقرايه تيك توك هذا او انحلال اختي. بصح خويا انا دوكا باش نقومها عندها زوج خال تقولي لها ديري تيك توك هنا هما التيك توك علاش رانا ديما انا بالك واش راهو فيه في شي العجائب تاع الدنيا والدين قال فيها كل بدا اولته هذا بنتك واللي مفضوحه العالم قاعد يشوفها. ايه الناس راهي بنت غير بنتي الناس قاعد راهم مفضوحين. لا 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 ماشي هكذا. شحال من مره نقولها ما ندخلش التيك توك. الدين تاعنا والاخلاق تاعنا احنا احنا خويا نتبع المعيشه انا لا 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 مش راهم بالطوموبيلات اسمعي اختي اسمعي شوفي كاين حاجه لازم تفهميها في الدنيا هذه في الكون هذا كاين الرزق مكفول مقدور لكل نفس مقسوم والله أوحى إلى نبيه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. الرزق مكفول مقدور لكل نفس مقسوم والله أوحى إلى نبيه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. أنت تقديش تعرفي كيف فيه شكل الرزق الإنسان يكون عنده القناعة الذاتية قناعة لا 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 شوفي عندك هذا الشيء هذا دفعي انت يا بنتك بل فلربما هذا في قادر الايام تنجح في دراستها وتكون عندها منصب وكذا وتقدر بالمنصب تحاج شيء ابارتمون وتتزوج وتعيش خير معيشات كو تفضح روحها بالعالم قاعد يشوفها تفضح روحها بالعالم قاعد يشوفها ونجيش احنا هكذا راح ندفع المجتمع تاعنا الفساد
فساد الاخلاق فيه في غير فساد الاخلاق ما فيها حتى شيء. بس اخويا انا نحوسوا المعيشه دوكا ماشي كيتقرات ما تيك توك عندها محتوى لما عندها محتوى نو تيك توك عندها محتوى محتوى للناس باش تشوف انت شنو الفيديو قلت لك ديري رقص رقص ولا عجبني البارح علاش يعني انا ما نعرفش هذا تعال لو كانت تجي انا توري لي ندير تيك توك انا وشنو علاش انا البنات يغيروني شفتهم كالي دا راهم راهم دايرين ديجا جاتنا دارت طوموبيل وراي معليش وانت يا المصدر تاع الرزق هذا يعني بالنسبه ليك حلال نورمال العادي معليش وانت يا المصدر تاع الرزق هذا يعني بالنسبه ليك حلال نورمال العادي ماشي يعني صراحه لا لا ماشي لا مبين وحرام مبين انا يعني هذول المصدر المصدر تاع الدراهم هذا الرزق هذا اللي تحكي عليه انت في تيك توك مع روحك انت اسكو حلال ولا حرام انا ما قدرت لهمش باباهم ما قدرش انا حابه ندير ربي معليش ان شاء الله ربي تقدر 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 السنه وقتاش تقراو وقتاش شفت الناس قرا كملوا قرايتهم وراه محاكمين لا لا هي ناجحه الحمد لله الحمد لله شي حاجه هي الخيمه انا قلت لها ما ديريش الخيمه وشو دارت الخيمه حاجه مليحه لا حول ولا قوه الا بالله مازالت بنتي صغيره تعيش هي ما تعرفش كنت تعرف الدنيا صح مش ما تعرف هذا يعني شوف فيها انا عيتني عيتيني لا فيغيتي خلاص بصح ماما انا دوكا راني حابه نكمل قرايتي حابه ندخل استاذه نكمل باسكو ماش حيدوم هذا تيك توك والله ميدوم صح علاش ميدوم ميدوم ماشي هذا تيك توك شوفي بنتك انا ماشي نحوس يدوم سمح لي نحوس انا المعيشه كيفاش تحبي تعيشي اليوم في الحاضر تحبي نحب نعيش خاوتها نعيش نعيش بياني شوف البنات كيفاش هم عايشين والديهم وكأن الابن أم والأم ابن احنا الشاب تاعنا غريبة يعني والله يعني شوف هي قضية من الحرية الشخصية إنما قدرش نملي عليك شيء تحريض ماشي مقتنعة به أنت أنا قريت تخرجت من الجامعة وظفت درت زوجت شريت أربع شهور الحمد لله مثال بقرايتي بصح أنتم هذا يرجع بقرايتي بقرايتي بقراية بقراية ماشي ما بابا زوالي عايشنا بالشهريه بالشهريه الحمد لله انا كنت الله جوزوم بديت نخدم لي فاكونس تاعو عين نروح نخدم نجيب باش نجيب الفلوس باش نلبس باش كذا كذا الحمد لله ايماجين توا انا ما قريتش مثلا ما قريتش وما نجحتش ما احنا ما حندير ولا شيء بالك ممكن نروح في الطريق ماشي مليحه انت يا هكذا بالذهنيه هذه بالتفكير هذا راح تدفعي بنتك بدي حاجات ماشي ملاح نو احنا في مجتمع محافظ نو احنا ما نلزمش نشبهوا بالاوروبيين ولا وكذا نعيشوا واقعنا احنا هذا المشكل اللي رانا عايشين في المجتمع الجزائري لازم تعيشي مانيش عارف تيك توك نورمال انت في النسبه ليك روحي شوفي دخلي تعرفي انا ما نعرفش كون جيت نعرفك راني درت تيك توك نورمال عييت معاها وريلي ما غير ما توري لكش احسن لا ولا غير لا 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 ما توري لكش كان احسن بالك انا ما يبدو لك انسانه هايله ما شاء الله عليك انت بلعي هذاك الفم راك عيتيني على بالك ما تشوفيش هضره الناس وما تشوفيش واش يديروا الناس لا 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 تزيدي تقولي شري لي ولا مدي لي ولا الله يسهل عليك روحي طلبي روحي الله يسهل عليك خونا ما شاء الله نعم الانسان المحافظ ليحترم الحريه اجتهد في تقديم النصيحة بطريقة مثالية. شوفي عندي خاطر متسع وعندي فكره كفكره من ولا فيني بليس لا فيني من النقص لنهايه زي لنهايه ونصحكم بطريقه راقيه لا لا هذه الصحه هو واحد ماكش يعني انا نقول هذا حريه شخصيه ما نقدرش نملي عليك شيء انت ماكش مقتنعه به قناعه القناعه الذاتيه لازم انت تكوني مع روحك عندك قناعه مع روحك انا الحمد لله مقتنعه على تيك توك يعجبني كفكره كفكره ماهوش فكره التفكير اللي راك تفكري فيه ماهوش فكره هذا فكره ناقض على الشيء اللي علموك ماليك عليه وتا
تربيتي عليه انت يا مالينا واش كانوا يعرفوا في التيك توك كريم دوكا يبان زمان المعيشه تاع زمان احسن من المعيشه تاع درك كل وقت وقته ايه كل وقت وقته انا شبقي في هذه المعيشه خير صادره انا كون يقولوا لي عاودي صغارين صغار تروح على المطوه تاع لي والله يا اختي واش نقول لك أنا نشوف بنتك هي تخمم صح بارك الله فيك تخمم صح يعني بصح وصح يعطيك الصحة على هذه النصيحة وأقسم بالله غير نتمنى لك النجاح وإن شاء الله ربي يوفقك وأنا ماذا بيا الأمنية تاعي إيفياندرا أن جور يجي نهار اللي تبروفي لماماك بالشيء اللي كنت ديري فيه صح وتبيني لها النجاح تاعك وتوصلي للمبتغى تاعك لأنه الإنسان في الدنيا هذه شوفي هي صح أنه الإنسان يكون عنده أن باجاج عنده مستوى علمي وعنده من حتى يكون عنده أميتي كمان مي كاين حاجة لازم تفهميها بنتك هاد على حق 100% ماشي مليون مليون بالمية بنتك هاد على حق 100% ماشي مليون مليون بالمية شوفي ربي كيكتب لك تاكل نص خبزة ولا طيس ولا ما تاكلش خبزة صح كلشي كتبغي راك كنت معنا في التجربة الاجتماعية على قناة الشروق وشكرا على هذا النصائح بارك الله فيك مستاذ سمك الله عمر اليوم خويا عمر شفنا صح درس ومحاضرة في الأخلاق ربي يحفظك شر وش قولك في الناس اللي حرضوا أبنائهم على أنهم يسمح في الدراسة تاعه ويروح للمواقع التواصل لا ما أنا ما نشجع مثل هذه الأفكار لأنه أفكار راح تهدم المجتمع تاعنا وإحنا مجتمع محافظ نحاول قدر المستطاع أن نحافظ على المجتمع على البنية اللي تربينا عليها على الشيء اللي تربينا عليه وتربوا عليه جدودنا لازم نحافظوا على هذا الكم الثقافي هذا موروث ثقافي لازم نحافظوا عليه ربي يحفظك ان شاء الله اخويا عمر الكورس راهي خاصه مع الشروق قول لهم صح رمضانكم صح رمضانكم طاكسي الخير قلع شي بالضحيه مديقي سيخ انا برو فوق اللحيه ليكو برو بارتو في كل ناحيه هذي طريق الخير والناس ها تحيا رمضان جانا خير وبركه فرحه دمعه ضحكه وبكى رفق رفقه في كل موقف حرمه رحمه وضعيف يوقف حب معاونه